أوروسكوب مع داليا. صباح الخير. شو الفرق بين الإنسان البائس والإنسان الفرح؟ الفرق ببساطة بيكمن بأنك تحفز نفسك للقيام بمهامك، لأنه بالنهاية الاختيار هو اختيارك. أما هلأ فبنبدأ حلقتنا مع برج الحمل. اعتمد على نفسك وما تستمع لكل اللي حولك. عليك بإنهاء المهام المكلفة لك اليوم قبل بكرة. بتعيش لحظات حساسة بعلاقتك مع الشريك، ولكن ولا يهمك لأن سرعان ما بتقطع. برج الثور. تبدأ نهارك بنشاط كبير وبتسعى لأكمال مهامك المختلفة على أتم وجه. بيشعر الشريك بالأمان وبتتحمل المسؤولية بجدية وبتعيش الحياة بفرح وسعادة. برج الجوزاء. بتصادفك اقتراحات متعددة ومواقف متضاربة، بيكون عليك انتقاء منها الأفضل. بيحاول أحد الأشخاص التقرب منك كتير منيح، إذا كنت عازب فمن الممكن أن تكون بداية لعلاقة جدية. برج السرطان. ابتعد عن التوتر وتحلى بالصبر، فقريباً بتحصد ثمار النجاح، التفوق والتقدم. بتصادف أحد الأشخاص اللي بيسرق قلبك وفكرك وبتوقع بالغرام من النظرة الأولى. برج الأسد. تتفق مع أحد الزملاء على موقف موحد تجاه أزمة بتصادفكن على الصعيد المهني. تفاهم مع شريكة عزيزة على حل وسط بيكفل الراحة للطرفين، الاطمئنان والسلام. برج العذراء. ما تضعف أمام الضغوطات ولو كانت كتيرة، فما بتظهر قدراتك وبتبين إلا بهالوقت بالذات. تنفتح أبواب المصالحة وبتتشجع على طي صفحة الخلافات، وبتشجعك على التعارف والوقوع بالحب إذا كنت عازب. برج الميزان. تتسلط الأضواء على قدراتك القيادية وبتخوض بالتالي تجارب عديدة لإثبات مهاراتك. انتبه من الإغراءات اللي بتوصلك اليوم، فالحبيب بغار كتير عليك والحقيقة الحق معه. برج العقرب. نظم جدول أعمالك جيداً حتى ما تتداخل الواجبات ببعضها وتسبب لك التعب والإرهاق. بيكون مزاجك وتصرفاتك مع الحبيب متقلبة، الأمر اللي بيعكر الأجواء وبيزعزع الهدوء. برج القوس. ليش أنت عم تتذمر؟ قول الله يبعت الشغل لتقدر ترتزق أيها القوس. تنشغل قليلاً عن الحبيب، ولكن ما يهمك لأنه هو موجود لدعمك ومساندتك وبتلاقي الراحة بجانبه. برج الجدي. تشعر بالتعب الجسدي والذهني، وبيناسبك الابتعاد عن الضجيج ولو لدقائق معدودة خلال النهار. ما تعرض استقرار علاقتك للخطر لمجرد شعورك بالإغراءات والارتياح. افتح عينيك لأن العواقب بتكون وخيمة. برج الدلو. ترتفع المعنويات وبتقوى فرص النجاح، وبتشارك بدور مهم وبترغب باكتشاف أفق جديد. بيتحدث الفلك عن لقاءات شيقة وعلاقات عامة ناجحة، بتشجع على التلاقي وتذليل الخلافات على أنواعها. برج الحوت. بيتميز مولود برج الحوت بقدرته على الإبداع بالعمل وبالأخص عند المنافسة. لطالما هو مرتاح على وضعه، طالما أنه روتين العمل مسيطر. تحتاج اليوم لشخص قادر على إيصال الأمور لأقصى وأبعد الحدود، فأنت بتتمتع بمشاعر قوية كتير. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا. موعدنا سوا بيتجدد بكرة بتمام الساعة 9. أما من هلأ لوقتها فبترككم بألف خير. باي باي. أوروسكوب على الشرق الأوسط 14:50 AM.